السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قريت كده، ده أهم فيديو هتسمعه عن بيبان. طب ليه؟ لأن الفيديو ده هو اللي هيحل لك جميع المشاكل أو أي حاجة بتدور في بالك طالما أنت لسه عامل حساب بيبال جديد وما بتستخدمش البيبال من زمان. في الوقت الحاضر بقى حرفيا مشاكل البيبال كتير جدا، والمشاكل دي زي ما بتقابلك هي بتقابلني أنا بالظبط، لأن أنا كان عندي حساب بيبال وغلطت فيه غلطة بسيطة فاتقفل، فاضطريت أعمل حساب جديد، فحسابي يعتبر اتعلق، دفعاتي اتعلقت، ما استلمتش الفلوس، برضه واجهت مشاكل كبيرة في ربط الفيزا وربط الحساب البنكي، بعد كده الفلوس ما وصلتنيش. ففي الفيديو ده هنتكلم مع بعض في كل الحاجات دي، واي مشكلة ممكن تقابلك في حساب البيبال انا واجهتها، فانا ان شاء الله هشرحها لحضرتك. والكلام ده انا مش جايبه من عندي، انا اخدت حوالي 1700 كومنت، جمعت كل الاسئلة اللي فيهم واختصرتها لكام سؤال بساط كده، هرد عليهم ان شاء الله النهاردة. وباختصار كده اللي انا هتكلم فيه النهاردة وهي طرق تفعيل البيبال، هو انا لازم اربط حساب بنكي؟ طب هو انا لازم اربط فيزا؟ طب انا هستلم الفلوس بتاعتي ازاي؟ طب هستلم دولار ولا هستلم مصري؟ كل ده كده هنجاوب عليه، وهنتكلم مع بعض في مشكلة تعليق الحساب أو تعليق الدفع، وإن بيبال بيبعت لك رسالة بيطلب منك تأكيد بيانات وما بيرضاش إن هو يصرف لك الفلوس دي غير لما تعمل الخطوات دي. كل المشاكل دي أنا وقعت فيها، وبرضه هقول لك إزاي تحلها، وكمان هقول لك أنت إزاي بتستلم الفلوس سواء عن طريق الفيزا سواء عن طريق البنك، أي حاجة بتوصل لك إزاي تستلمها بدون أي خصومات. حاجتين كمان، وهي إزاي برضه بتأمن حساب بيبال عشان الحسابات اللي بتتسرق. الحاجة الأخيرة وهي الدفع من خلال بيبال، ليه الناس لما بتيجي تدفع حاجة عن طريق البيبال الدفع ده بيفشل. آخر حاجة، بشكركم على أكتر من 3000 كومنت ايجابي على الفيديوهين اللي انا عملتهم على بيبال، وباذن الله دايما اكون عند حسن ظنكم. ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبولي تحت في الكومنتات، انا برد على جميع الكومنتات اللي بتجيلي. انا الفيديو ده عامله للناس الجميله اللي كتبت لي كومنتات جميله وبتحب تسمع الشرح وبتحب تفهم كل حاجه، عشان لو واجهتك مشكله في المستقبل تعرف تحلها لوحدك، او ان انت تحفظ الفيديو ده عندك عشان هيساعدك بعد كده. اول حاجه وهي طرق تفعيل بيبال. طبعا قبل كده طلعنا باكتر من 25 فيزا وما قدرناش ان احنا نفعل حساب بيبال بتاعنا. حساب البيبال اتفقنا من اخر مره ان انا الفيزا الوحيده اللي اشتغلت معايا هي فيزا البريد المصري، ودي انت بتطلعها ب 70 جنيه، وقلنا ان هي اسمها فيزا ايزي باي، وشرط اساسي في الفيزا ان هي تكون بتبدا برقم 4745 من على جهه الشمال زي ما حضرتك شايف كده. تمام، دي كده الفيزا الوحيدة اللي اشتغلت معايا. طيب في فيزا تانية اشتغلت معايا في تفعيل حساب البيبال، وهي الفيزا الدولارية بتاعت بنك كيوم بي، بس انت لازم تروح تفتح حساب دولاري، فالموضوع بيكلفك حوالي 1000 دولار لازم تحطهم في الحساب وقصة كده، فاحنا استبعدناها وقلنا ان احنا هنفعل عن طريق ايزي باي اللي موجودة من البريد المصري. طيب ناس كتير قالت لي انا مش لاقي فيزا ايزي باي البريد المصري. بص يا صديقي، الموضوع بسيط خالص، هتتصل بخدمه العملاء بتاعه البريد المصري، هتقول لهم والله انا محتاج فيزا ايزي باي دي الاقيها في اي فرع، هيعرف من حضرتك انت ساكن فين وهيقول لك عنوان البريد اللي موجوده فيه الفيزا. هتروح حضرتك ببطاقتك الشخصيه، لازم تكون معدي 18 سنه، هيطلع لك الفيزا دي ب 70 جنيه بس كده مصاريف وشكرا. هتروح بعد كده تحط في الفيزا دي 200 جنيه، بعد كده هتروح تضيفها لحسابك في بيبال، ودي كده كانت افضل طريقه للتفعيل. نيجي عند السؤال الثاني، انا دلوقتي ما عرفتش اطلع فيزا البريد المصري وعندي حساب بنكي، هل ينفع اربط حساب البنكي ببيبال؟ هقول لك ايوه ينفع تربط حسابك البنكي ببيبال وهيتربط، ولكن هنا في شرط اساسي بيبال حطه، ان هو مش هتقدر لا تأكد حسابك ولا تستقبل مدفوعات ولا تبعت مدفوعات من غير ما تحط فيزا. يعني الفيزا لازم؟ اه لازم الفيزا. طب ينفع احط فيزا وما احطش حساب البنكي؟ ايوه ينفع، والحساب هيشتغل 10 على 10 لو انت حطيت الفيزا وما حطيتش الحساب البنكي. يبقى الشرط الاساسي عندي اللي انا اضيفه للحساب وهو الفيزا، والكلام ده انا بقوله لك احنا دلوقتي في شهر 6 2024. لو حد قدر يفعل البيبال بفيزا تانية غير فيزة البريد المصري، يا ريت يكتب لي اسم الفيزا دي ونوعها تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هستخرجها واعمل لكم برضو فيديو عليها، بحيث ان احنا نوفر اكتر من طريقة نفعل بيها حساب البيبال. طبعا قصة ان انت تنشئ حساب وتفعله، انا عامل فيديوهين على القناة بيتكلموا عن الموضوع ده وشرحهم شرح مفصل جدا، هسيبهم لك في علامة الاي اللي هتظهر فوق ديت، وهسيبهم لك تحت برضو في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، انصحك ان انت تشوفهم، سواء طريقة الانشاء او طريقة تفعيل الحساب بفيزا البريد المصري او بالفيزا الدولارية. بص يا صديقي، المشكلة التانية اللي بتقابلك وهي تعليق الحساب.
خليك مقتنع كده انت ما عملتش اي حاجه غلط، طالما حسابك اتعلق في بيبال الموضوع ده طبيعي وكل الحسابات الجديده بتتعلق. انا شخصيا حسابي اتعلق زي ما هوريلكم دلوقتي، والدفعه بتاعتي اتعلقت وما استلمتهاش. كل الموضوع ان اي حساب جديد بيتعمل البيبال بتحب تطلب شويه بيانات كده من صاحب الحساب ده عشان تتاكد ان هو مش حساب وهمي ومش حساب معمول لاغراض غير شرعيه. وطالما انت شغال في حاجه شرعيه كل اللي عليك ان انت هترد على البريد اللي هم هيبعته لك ده زي ما انا هوريك دلوقتي، وتقول لهم الفلوس دي جايه لك من ايه وبتاعه ايه وانت بتشتغل ايه وهل الفلوس بتروح عليك. لا، اول ما ترد على البريد ده هيردوا عليك بالموافقه، محدش خالص حسابه بيترفض الا اذا كانت الدفعه اللي هو استلمها على الحساب الجديد معديه 3000 دولار. في الحاله دي ما انصحكش، حاول ان انت اول دفعه 2 3 4 يكونوا 100 150 200 دولار 300 دولار بحد اقصى، لحد ما يجي لك رساله التعليق الحساب واثبات هويه. بعد كده هتثبت هويتك زي ما انا هوريك دلوقتي والحساب هيشتغل معاك على طول، وبعد كده استلم اي مبلغ انت محتاجه. نيجي بقى للنقطه المهمه بقى، ازاي بقدر استلم فلوسي اللي بتتحول لي على بيبال؟ بص يا صديقي، لو انت ربطت بفيزا البريد المصري الفلوس كل يوم واحد في الشهر هتتحول لك تلقائيا على الفيزا. طيب لو انا ربطت فيزا وحساب بنكي، هنا انت بتختار من بيبال اذا كنت الفلوس دي تتبعت لك على الحساب البنكي ولا تتبعت لك على الفيزا. طب انا شخصيا عامل ايه؟ انا شخصيا رابط الفيزا بتاعت البريد المصري، كل يوم واحد في الشهر الفلوس اللي بتوصلني على بيبال بتتحول لي تلقائيا على الفيزا، بروح انا احط الفيزا في اي مكنه والفلوس بتطلع لي على طول وبستلمها من دون اي مشاكل. التحويل بيتم امتى؟ التحويل بيتم يوم واحد من اول كل شهر، ولو يوم واحد ده وافق يوم جمعة او يوم سبت هتلاقي الفلوس يوم الاحد نزلت لك في الحساب عادي خالص. طب هو انا لازم اربط حساب بنكي؟ لا، خلي كل حاجتك على الفيزا واستلم بالفيزا والموضوع بسيط، مش لازم تدخل مكتب البريد وتستلم، لا انت ممكن من اي مكنة اي تي ام، طالما الفلوس نزلت على حسابك تقدر من اي مكنة اي تي ام تبع اي بنك ان انت تسحب الفلوس دي. طب الناس اللي بتسأل هل لك حد اقصى او لا؟ انا بالنسبة لي لحد الان ما واجهتش اي مشكلة مع موضوع الحد الاقصى ده. الحاجة رقم 4 وهي الدفع من خلال بيبال، ينفع انا اشتري حاجات عن طريق البيبال؟ والله بص، انا بالنسبة لي ساعات بتنجح معايا وساعات لا، ولكن معظم الاحيان في الاوقات الاخيرة دي هي بصراحة بتفشل. في بقى حاجات تانية بقى بتقدر تدفع عندها زي بايونير، زي حساباتك البنكية، ان انت معاك فيزا مشتريات بتدفع عن طريقها اللي هي بتكون فيزا او ماستر كارد، ودي بتنجح معايا. يعني انا بستخدم مثلا، لحظة، انا مثلا بستخدم الفيزا دي في المشتريات اللي عبر الانترنت، بتوفر لي البنك بيوفر لي سيولة دولارية فيها، اي نعم مش كتير ولكن يعني بتمشي الامور في الاشتراكات وفي الكلام ده كله ان انا بقدر ادفع عنها. والفيزا دي بتكون فيزة مشتريات، حضرتك لازم تكون رابط وديعة في البنك، وبعد كده بتقدر تشتري عن طريقها في حدود ال 100 دولار، 150 دولار، وده طبعا على حسب الوديعة اللي حضرتك رابطها في البنك، ولكن يعني اقل الودائع هتطلع لك 75 دولار. نقطة اخيرة بس، ما تحاولش تشتري حاجة بالدولار عن طريق فيزا البريد المصري، لأنه بصراحة بيخصم مبلغ كده محترم يعني، فمن الأفضل بلاش. حاجة الأخيرة خالص اللي أنا هتكلم فيها وهي طريقة تأمين حساب البيبال، إن أنت بتأمن حساب البيبال دي حاجة مهمة جدا عشان حسابات البيبال حرفيا بتتسرق، ولما حد يطلب منك ان انت تبعت له الايميل الخاص بيك في بيبال عشان يبعت لك عليه فلوس، فالافضل ان انت ما تعملش كده عشان ده ممكن يوقعك في مشكله وممكن الحساب يتسرق. كل اللي عليك ان انت هتطلع رابط الدفع الخاص بيك وهتبعته للشخص اللي عايز يبعت لك على بيبال، وده طريقه امنه ومفيش اي مشكله زي برضو ما انا هوريك دلوقتي. والاهم من ده كله ان انت تامن حسابك عن طريق رقم الموبايل وعن طريق برنامج جوجل اثنتيكيتور، وانا برضو عامل فيديو ازاي بتامن الحساب هسيبهولك برضو تحت في صندوق الوصف، يظهر معاك في علامه الاي اللي هتظهر فوق ديت. طالما انت مأمن حسابك عن طريق المصادقة الثنائية سواء عن طريق رقم الموبايل او عن طريق تطبيق جوجل اثنتيكيتور، حرفيا انسى ان حد يقدر يسرق حسابك. عارف ان انا طولت عليكم جدا، انا حرفيا اسف، بس حاولت ان انا ارد على اكبر عدد من الكومنتات واحاول ان انا افيد اخواتي. دلوقتي هوريكم شويه حاجات كده بسيطه، اللي عايز يقفل الفيديو لحد هنا مفيش اي مشكله، اللي عايز يكمل معايا للاخر هيستفيد شويه حاجات كده عمليه انا هعملها. متنساش بقى ان انت تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، تشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك عندي، وتفعل زر الجرس.
الاول يا شباب يفضل ان انت تفتح حساب البيبال بتاعك من على الكمبيوتر عشان تظبط فيه الحاجات دي كلها، لان عن طريق التطبيق الخاص بالموبايل الموضوع ما بيكونش احسن حاجه. ولو انت ما عندكش كمبيوتر تقدر تفتح متصفح جوجل كروم على الموبايل، تفتح عليه الحساب وتبدا تشتغل معايا. لو انت جيت بصيت هنا معايا على اول حاجه اعد حسابك او اعد حسابك، انا هنا عملت 4 حاجات من 5، نزلت التطبيق على التليفون وحطيت صورة شخصية وأضفت البطاقة أو الفيزا بتاعتي، بعد كده البريد الإلكتروني، وبعد كده ربط حساب بنكي. دي أنا ما عملتهاش، يعني أنا لحد الآن ما ربطتش حساب بنكي، وبالرغم من كده الحساب شغال أهو، استلمت عليه مدفوعات والفلوس اتحولت لي يوم واحد في الشهر زي ما اتفقنا مع بعض. الفلوس هنا شباب بتتحول بالجنيه المصري مش بالدولار، وبتستلمها جنيه مصري مش دولار. الفلوس لو عايز تستلمها دولار ما عندكش غير حالة واحدة بس، ان انت بتطلع الفيزا الدولارية زي ما قلت لك الخاصة ببنك كيو ام بي، وتربطها بحساب بيبال، والفلوس هتتحول لك عليها دولارات اول كل شهر برضه. ولكن انا شايف يعني ان من الافضل ان انت تستلمها مصري، الدنيا تمام خالص. تاني حاجة شباب، طب لو انا بقى عايز دلوقتي افعل حسابي، يعني انا اضيف بطاقة او اضيف حساب بنكي، زي ما اتفقنا التفعيل بيكون عن طريق بطاقة الفيزا فقط، الحساب البنكي مش هيفيدنا في اي حاجة. نرجع الخطوة دي تاني، بتيجي هنا على الشمال، بتضغط على اضافة بطاقة او حساب بنكي، تضغط عليها كده بيطلع لك اختيارين، يا اما بطاقة يا اما حساب بنكي. اتفقنا ان احنا هنشتغل على البطاقة، البنك ملهوش اي لازمة. هضغط كده على البطاقة، والصفحة دي يا شباب بيطلب مني ان انا ادخل 16 رقم بتوع البطاقة في المكان ده، بعد كده نوع البطاقة، ودي بتلاقيها تحت على ايدك اليمين، يا اما فيزا يا اما ماستر كارد، تاريخ انتهاء الصلاحية، وده بتلاقيه تحت 16 رقم اللي موجودين على البطاقة. رمز الحماية ده بيكون موجود في ظهر البطاقة وبيكون مكون من 3 ارقام، ممكن تلاقي بعض البطاقات فيها 3 ارقام لوحدهم و4 ارقام لوحدهم، رمز الحماية هنا بيكون مكون من 3 ارقام. بالنسبة لشباب الاختيار الاخير وهو عنوان الفوترة، لو دخلنا عليه بالشكل ده كده وقلنا له اضف عنوان جديد، هيفتح لنا صفحة هيطلب فيها اسم الشارع بتاعك والدائرة بتاعتك والمدينة والمحافظة والرمز البريدي. بالنسبة للرمز البريدي اجيبه ازاي، بتقدر تدخل على متصفح جوجل عادي جدا وبتكتب كده الرمز البريدي، وبتكتب اسم المنطقة بتاعتك والمحافظة بتاعتك، وليكن مثلا القاهرة شبرا الخيمة، يبقى هتكتب كده مثلا القاهرة الرمز البريدي القاهرة شبرا الخيمة، طبعا انت هتكتب العنوان بتاعك انت. تمام جدا يا شباب لحد هنا، دي كده ربط البطاقة، واظن كده ما فيهاش اي مشكلة. لو جينا هنا يا شباب على ربط حساب بنكي، برضو الاختيارات بتاعته سهلة جدا. اول حاجة بيقولك دخل الرقم الدولي للحساب البنكي ايبان، ده بتقدر تتصل بيه البنك بتاعك وبتجيبه، تحط رقم التليفون المسجل لدى البنك، مش رقم التليفون اللي معاك حاليا، رقم التليفون المسجل لدى البنك اللي هو مربوط بيه الحساب البنكي. طبعا ده برضو انت لو مش عارفه بتكلم خدمة العملاء بيقولوا لك عليه. اخر حاجة برضو عنوان الفوترة، وهو مفيش اي مشكلة، اسمك المسجل في الحساب البنكي، بتكتب اسمك ويفضل يكون باللغة الانجليزية. كده شباب احنا خلصنا التفعيل الخاص بالحساب، هنخش على حاجة تانية مهمة جدا، هنروح نضغط على الترس اللي جنب كلمة تسجيل الخروج ده، والصفحة دي يا شباب هي صفحة معلوماتك الشخصية، وهنا بيكون موجود اسمك في بيبال، وهنا بيكون موجود رابط الدفع الخاص بيك، وده اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله الخطوة اللي جاية، وهنا البريد الالكتروني الرئيسي ده اللي انت عامل بيه الحساب، ارقام التليفون، ودي طبعا مطلوبة عشان تعمل تصديق للحساب. طيب انا بعملها ازاي؟ بضغط هنا على اضافة وبكتب رقم موبايلي، بيوصلني رسالة في رقم الموبايل فيها كود مكون تقريبا من 6 ارقام، بتدخله في المكان المخصص ليه وبيتم التصديق. طيب هنا في مشكلة، ناس كتير قالت لي انا ما بيوصلنيش رسالة على رقم تليفوني. بص يا صديقي، حط رقم تليفون اي حد، فعل حسابك واعمل مصادفة لحسابك، وبعد ما الحساب يتفتح تقدر تعمل تغيير لرقم الموبايل ده بالرقم التاني اللي انت حابب تربط. وهنا شباب جينا عند الخطوة اللي قبل الأخيرة وهي الدفع. لو تفتكر في أول الفيديو قلت لك ما تديش البريد الإلكتروني بتاعك لحد عشان بتحصل عمليات سرقة كتير، هتلاقي حاجة اسمها paypal.me، وده رابط انت بتنشئه تبعته لأي حد بيدخل يدفعلك على طول. طب انت بالنسبة لك ما لقيتهوش في المكان ده هتعمل ايه؟ هتروح هنا تضغط على المساعدة، تمام كده شباب، بعد كده هتيجي هنا في البحث هتكتب كده paypal.me، بص بي
بال دوت مي. تمام جدا. قال لك ما هو بيبال دوت مي؟ هتضغط عليها كده، بعد كده هتنزل لتحت هيقول لك لانشاء رابط بيبال ما عليك سوى زياره بيبال دوت مي. هتروح كده تضغط عليها، هيفتح لك صفحه جديده، هتضغط هنا على انشاء رابطه، وهنا بيقول لك اعمل رابط. المهم ان الاسم اللي انت هتكتبه ده ما يكونش متكرر او ما يكونش حد تاني مستخدمه في بيبال، فبتجرب الاسم وبعد كده بتقول له حفظ، وكده ده بيكون الرابط الدفع الخاص بيك. بس طبعا انا عملت رابط قبل كده فمش هينفع اعمل رابط تاني. نيجي هنا بقى شباب عند الخطوه الاخيره اللي معانا النهارده، وهي الحمايه سكيورتي. وهنا انت بتعمل باسورد مكون من حروف كبيره وحروف صغيره اللي هي كابيتال وسمول وارقام ورموز. الباس كي ده بتعمله على الموبايل بتاعك، تو ستيب فيريفيكيشن، ودي التحقق بخطوتين، وده اللي انا قلت لك استخدم برنامج جوجل اثنتيكيت. قلت لوج ان، ودي ممكن ان انت ما تفعلهاش، دي الدخول التلقائي. سكيورتي كويتشن، وانا من رايي ان انت دي ما تعملهاش لان دي بتتنسى، اللي هي اسئله الامان. وهنا شباب جينا عند مشكلة تعليق الحساب والدفعات. تعال بص كده اللي حصل معايا ده كده بسرعة عشان لو المشكلة دي حصلت معاك تقدر تحلها. أول حاجة أنا استقبلت هنا حوالة قيمتها 8 دولار، بعد كده الحوالة دي تحولت عادي على البطاقة بتاعتي واستلمتها من الـ ATM، بعد كده أخدت حوالة تانية أو نزل لي حوالة تانية قيمتها 75 دولار، بعد كده بعد ما استلمت الحوالة دي بيوم واحد قال لي الدفعة محتجزة مؤقتاً، قال لي بعد كده إن هو محتاج مساعدتي عشان أقدر إن أنا أشغل الحساب تاني ومحتاج مني شوية معلومات، زي ما أنت شايف إرسال المدفوعات وقفت، تلقي المدفوعات وقفت، تحويل المدفوعات وقفت. وهنا حضرتك بعد ما بتعمل تسجيل دخول بيسألك 9 أسئلة، أنت بتشتغل إيه؟ الفلوس دي بتاعت إيه؟ بتجاوب على الأسئلة دي عادي جدا خالص باللغة العربية وبتبعتها، وفي أقل من 48 ساعة بيظهر لك رسالة إن هو تم القيد أو تم استعادة صلاحيات حسابك، وكده يبقى حسابك اشتغل عادي جدا ما عندكش أي مشاكل. ولكن خد بالك لو طلب منك هوية بطاقة تأكد في الوقت ده ان انت كاتب حاجة في بياناتك الشخصية مش حقيقية او مش كاتبها بشكل مظبوط، زي مثلا واحدة بتكتب نفسها زهرة الوادي بنت روشة وعاملة دوشة، الكلام ده كله طبعا بيطلب معاك تحقيق البطاقة. بعد كده هتلاقي الفلوس اتحولت لك على حسابك، ومبروك عليك، حساب البيبال اشتغل. يا رب كده اكون قدرت الم الموضوع كله. عندك اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت ممكن، واسف جدا ان انا طولت عليكم النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش ان انتوا تدعوا لاخواتنا، ربنا يا رب كده ينصرهم يا رب. صل على سيدنا محمد، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.